كويس. على فكره هذا مو اعلان، مو اعلان يعني بالماء. الشغل بهذا الايلاينر كثير صعب، اكيد مش هي يعني. اوه هذا التاتو جايز وات واو. هاي للكل اليوم، واخيرا بعد غياب سنه او سنه وشوي نحن مش مصورين فيديو بهالطريقه هاي، انه قاعدين مع بعض. نحن بهي السنه بطلنا نكون اخوات، بس هلا قررنا انه نرجع نكون اخوات. اول شيء انه نحن مطقمين، انا لابسه بينك وهي لابسه ازرق، هي اختارت قبلي تركت الزهري. كذابه حكيت لي بنين بدك تطقمي معي وتلبسي هذا الازرق، حكيت لها في عندك لون ثاني، حكيت ايه بينك، حكيت لها انا بدي بينك، حكيت لي لا انا بحب البينك. مين دفعلهم؟ مين اشتراهم؟ ما بدي اطقم معك. اوكي ما بدي اطقم. اوكي انا اشتريتهم سو انا لازم البسهم. المهم اليوم عنا فيديو خطير من نوعه، لهيك عم بتشوفونا بهذا الشكل. حنحط الف طبقه فونديشن على وشنا. انا اشتريت كل موقع شي جلام، كل موقع شي جلام اشتريته جايز، اشتريت كل شيء عندهم، كولكشن مكياج برودكت كل شيء كل شيء اخذت منه قطعه. شو صاير لي لام بختنق دقيقه بقين عم بتوجعيني. خليني اشارككم شو جبت. هذا النوع من الفونديشن جبت كل المجموعه. الله هذا النوع من الفونديشن مجموعه كامله. اصبري اصبري هدول الحمر لقيتهم على الموقع اللي طالعين هلا هيك، بس انه في كل الالوان. حنجرب كل شيء وحنعطيكم راينا الصريح. قلكم مثلا شو الشيء حبيته انا؟ انا حبيته كمان. يا الله هذا الفونديشن اللي بذكرني بالفونديشنات الكوريين. ايوه هذا كثير انشهر على التيك توك خصوصا كوريا. بيكون المفروض بعدين بنفتح لكم اياه، هلا مسكر بس في طريقه معينه لاستخدامه. okay. انا كثير حابه فكر التعليب تبعهم، لانه بحس اغلب الميك اب براندز ما بيعملوا هيك افكار very special very على فكره unique. هذا مو اعلان، مو اعلان يعني. الحلو انه كمان it's very affordable، يعني كثير مش غاليه. بني هلا كانه عم اعلان. شكرا يعني. نعم. حنبلش بالفونديشن. حطيت هون البودره والبرايمر، حنستخدم برايمر شي جلام وبودره شي جلام مع فرشايه شي جلام، فهيك حنحكي عن كذا منتج. وهذا الفونديشن اللي حنجربه. بني حجرب هذا، انا حجرب لانه هذا فيه الالوان الفاتحه. اخذ برايمر. اوه اوكي ما فيه ريحة كويس. والله والله بلا فيه شوي، بس شوي ثقيل. أحس اسمه birthday skin primer. أحس شوي ثقيل تصنيع. أنا ما بحط كثير primers، بس أحس المفروض يكون برايمر ومرطب بنفس الوقت. اوكي انا حجربه. بس ليك جايز بحس انه بيعطي بياض. استنى عليه شوي بلكي بفوت بالبشره. يعني ليه هيك بحس انه بشرتي صارت بيض؟ انا حطيت كثير. انا حطيت كثير. فكرته ماسك مش برايمر. لا لا هلا بيروح هلا بيروح. ما بعرف جايز انا حطيت زياده عن اللزوم. اوكي انه عن جد بحس انه بيعطي بياض. لا نصيحة خذوا نتفة منه، لأنه عن جد عن جد ما بتكون أكثر من نتفة. بس حنشوف إذا هو منيح ولا لا بعد ما نحط الفونديشن، إذا حيضايق. لا كتكستشر كتكستشر مش كثير واو أو كملمس يعني إتس أوكي. شوي شوي تقيل أول ما تحطوه. هلا أنا مو متعودة على البرايمر، يمكن لهيك أنا بالعادة بحط بس مرطب، بس مش سيء وما حبيت إنه بيعطي بياض. أنا حطيت كثير برايمر، وبحس هي غلطتي، كان المفروض احط بس شوي، وبحس انه ملمسه حلو لانه عشان لما تحط الفونديشن هيك يجذب الفونديشن ويخليه على البشره. انا بحس لو كان فيها لمعه بيكون احلى. انا ما بحب البرايمرز فيه لمعه. انا بحب فيه لمعه. انا بحبه يكون مات. المفروض لمعه، بعدين اذا ما بتحبي اللمعه بتحطي بودره. بتعرفي ليه انا ما بحب خبيره مكياج يا جماعه ايش اسوي؟ انا ما بحب اللمعه لانه انا بشرتي دهنيه. ستيكي يعني جود. هلا انا يا ريت انه لو كان فيه شويه لمعه لانه انا بحب اللمعه. الفاونديشن هلا هذا مكتوب انه لونج لاستنج، يعني بضل لفتره كثير طويله ومات، يعني ما فيه لمعه. انا تبعي مش مات، تبعي بيعطي ترطيب. أوه. وبيعطي لمعه. انا بدي استخدم انا فرشايه شي جلام كمان. انا بدي كمان استخدمي اصابعك. لشو الله اعطاك اصابع؟ عشان اكل. الله كيوت. مو مثل البسته. مو درجتي جايز، فرق كبير بين رقبتي وبينه. فهذا مو درجتي. خلينا نجرب هذا صراحه. شو؟ I like it. حبيتي؟ ايه كثير حلو باي ذا واي. جايز شوفوا كثير تغطيته حلوه. تغطيته حلوه بس ما بعرف اذا هذا الشيد هو ماي شيد، بس يعني عادي لانه اخترنا على الموقع. عادي. يعني اللون صعب تختاروه شوي على الموقع. هدول كل الالوان اللي عندي من هذا الفاونديشن حاليا، وبحس هي اقرب شيء للون بشر عندي. حبوب خلينا نشوف يغطيهم ولا لا. اوكي انا خلصت صراحه. حبيته كثير 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 كثير. بس هذا مات. انا بالعاده بحط سمثينج جلوي وفيه لمعه، بحس هذا الميك اب كله
كله مات. اي ثينك تبع نور هو اللي فيه اللمعه لانه وشه مبين صراحه. والله اي لايك ات، حبيت، انا حبيته صراحه. والله يمكن اخذه هذا استخدمه دائما صراحه. الفونديشن كثير حلو يعني اذا بتلاحظوا فيه لمعه، بس انتم ما رح تلاحظوا لانه الدرجه غلط بغلط، لانه كل الدرجات اللي عندي هون فاتحه، انا طلبت الدرجات الغلط من الموقع، فلهذا السبب ما رح تلاحظوا الفرق. بس بحس انا حقلكم فيكم انتم تاخذوا كلمتي. خلصنا الفونديشن وهلا رح نقيمه. قد بقيمه؟ لانه بيغطي وبنفس الوقت فيه لمعه، يعني عاطي حياه لبشرتي، بس غطى كثير اشياء. احس انا تبعك بعطيه لايك ثمانه صراحه. اي لايك اي لايك انا تبعي بعطيه 7.5 7. وشوف الفرق. طبعا عم بشيله مشان اجرب فونديشن ثاني، بس بحس بشره ثانيه. اللي صار انه نظفنا بشرتنا، شلنا كل شيء شايفين، وهلا حنجرب الفونديشن اللي احنا متحمسين لنجربه. هذا هو يعني، هذا بيرطب البشره، بيرطب البشرة. مثل ما بنين بتحب، بنين بتحب انه يرطب بشرتها. بدي افتح هذا، بحس ساتسفاينغ. اصبروا. هذا الفونديشن بس في منه درجتي يعني، اكيد مش هي يعني. هذا هذا التاتو. جايز وات، اصبعتي ما بعرف ليه حاسه حالي كان لازم يدفعونا مشان هذا الفيديو يعني، عم نعطيهم دعايه قوي. والله منتجاتهم حلوه على الاسعار. تذكير، هذا مش اعلان. 5 hours later. حطيت انا الفونديشن، خلصت منه. نور عم تستخدم الفونديشن ككونسيلر. خلصت صراحه. كل شيء بجنن بهذا، كل شيء بجنن بهذا الفونديشن. اتس اميزنج عن جد يعني، صراحه كثير 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 حلو. وانا بيكي، انا انسانه كثير يعني لازم يكون الفونديشن مثالي، وهذا عن جد مثالي صراحه. يعني بتحسي حتستخدميه بيومك؟ بحس انا حستخدمه، بس هو الشيد او اللون شوي ابيض او افتح عليه. اي ثينك لازم الاقي المثالي تبعي، بس لانه انا جربت بس اثنين. شو لازم الاقي المثالي تبعي؟ اسمها لازم الاقي الدرجه المثاليه، يعني الفونديشن المثالي. رايي بهذا الفونديشن صراحه حلو، تغطيته كثير حلوه. وحتى اللوك على البشره حلو. انا استخدمت درجة فاتحة منه ككونسيلر مثل ما قلت لكم بنين، هلا حثبتها ببودرم. عندنا هون ليكويد كونتور رح استخدمه، وعندنا كمان هايلايتر. هدول كلهم بلاش، هايلايتر وكونتور. انا هلا عم بتعذب وانا عم بطلعهم، يعني انا شو ذنبي؟ ليه ما عم بتطلعي معي؟ طلعي معي تبعك حبيبي. مشكلتي انا انه انا بحب اكثر، ومنتجات شي جلام بحس بدكم تحطوا شو. اوه اي لاف اي لاف اي لاف. اوكي، ديفينتلي ديفينتلي لهذا الكونتور مدري ايش تحتاجوا فرشه، لانه هي ما بتساعد. لا كترت، صرت طماطم. انا البندوره الحمراء مزروعه بين انا خلصت، بحس دمجت كل شيء مع بعضه، وهذا الفاينل لوك. قبل البودره ما حطيت باودر بعدني، هلا بطلعها وبحطها وبجربها معكم، بس هذا اللوك لهلا يعني. حطينا طبقات فوق بعضها ودمجناها صح. استخدمت البيوتي بلندر لادمجها صراحه مع الفرشايه. هاي الفرشايه حلوه، بحس يعني حلو تستخدموا المنتجات تبعهم بفرشايه بعدين تاخذوا السبونج او اسفنجه او شيء هيك وتعملوا هيك تدمجوها مع بعضها. هي الباودر اسمها انستا ريدي، يعني جاهزه للانستغرام. في فوق بودره وفي تحت. اوبس اوبس اوبس، لا تحت في بودره لوس باودر اللي هي خفيفه مطحونه مطحونه ما بعرف شو اسمها، يعني مش شفافه. في فوق بودره هيك عاديه، يعني بودرتين بودره. اوكي جايز، يلا الله يستر. بودره والله حلو ليكو. انا بحس حبيت البودره. انا ما حبيت البودره ابدا لانه ثبتت لي كل شيء بمكانه. انا خلصت البيس، هلا راح اعمل الحواجب. ويت اوكي، ليتس دو انبوكسنج مع بنين ستارز. بحس افتح الازرق احلى، انا متحمسه لهذا. لا الازرق بالاخير لانه احلى واحد. بدي رح نفتح هذا البوكس اللي هو ستايل المدرسه. ترى اوكي، هون في حمر تمام، هون في اي شادو، هون في ليب جلوس اللي هو ملمع شفايف والله. وهون في الفرش اللي قبل شوي نور استخدمتهم، بس كمان هلا رجعتهم هون. على فكره جايز، كان في لما فتحته كان في فرشايه مفقوده، طلعت الافنديه اختي بنين ثورز فاتحته، و كان بدي اشوف شو في. اوكي، وهلا رح نفتح هاي الشنطه اخيرا. خليني انا افتحها. لا انت فتحتي هذيك. لا بنين بنين عن جد اوكي انا بفتحها، بس بعدين انت تشوفي شو في تحت. لا انا بدي افتحها. لا اوكي جاهزين؟ 1 2 ترى في هون تبع مفاتيح.
اوه كيوت بدي اياها على شكل استغفر الله. في هون بادي اويل اللي هو زيت للجسم لما الناس تروح تتشمس بتحط منه. اوكي فيه جليتر فلازم شيك شيك اللي هو دمجي بسرعة حطيت كثير دمجي. اوه بسمر والله بسمر صرت اسمر. كيف بسمر؟ والله بسمر جايز شوفوا جايز شوفوا هيك لونه هي نتيجته كثير بيلمع صراحة حلو حلو اوه واو شي جلام كان لازم تدفعوا لنا لانه جايز في هذا الشيء اللي معلب بعلبة صراحة نفتحه. طب سألتيني قبل؟ لا اوه جايز شوفوا كيوت كأنه هيك كاندي. اوكي احنا صرنا كلنا لمعة جايز وات اللون مختلف عن اللون اللون بني بس الواند احمر. اكثر شيء تحمست عليه هو هدول صراحه آيلاينر. ما توقعت اي لاينر ملون وصراحه بيجمنتد يعني اللون حلو. واو شوفي والله حلو صراحه. اي لاينر ريموفر يعني بيشيل الاي لاينر. ويت 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 سو انا حطيت هدول هلا حنجرب نشيلهم. جايز شوفوا اوه بيدوبهم. اوكي يمكن هدول ما بيروحوا بالميك اب العادي. اوه جايز ليكوا الاي لاينر هذا ما بينشال من مكانه سو لازم تستخدموا هذا الشيء. يعني انا تورطت فيهم اي ثينك بالصابون بينشال ايه بس ما بينزح لحال. اوكي هلا حنفتح علب الاي شادو. انا جبت اربع علب اي شادو اللي لقيتهم كانوا متوفرين وقت الطلبيه وتصميمهم ما بعرف مش متاكده بس تصميمهم كثير بيشبه ماينكرافت سو يمكن تعاون مع ماينكرافت اور سمثينج يمكن ما بعرف. واو اوه نايس كثير حلوين. شوفوا الكلوز اب في جليتر في الوان قوي. خلينا نجرب الالوان. اوكي واو ليكو الجليتر كثير حلو بس انا تقدر سينج يو هاف تو دو لايك ذس. هذا يعني جليتر بتحطوه هيك بتطبطبوه على العين. جايز 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 شوف هذا الجليتر. واو عم بتشوفوا؟ اوه ماي جاد. اوكي اخر وحده هي بحس انها حتكون بالنيات. واحد اثنين ثلاثه ترى. اوه واو جايز شوفوا واو. حنعمل اي شادو لوك ب كمان الاي شادو باليت تبع شي جلام. جايز اللي بيعرفني بيعرف انه انا ما بحب احط اي شادو ف الله يستر. اللي حنعمله حنفتح كل علب الاي شادو هون وحنستخدم يعني حنعمل ميكس. اوكي اوكي بس ححط برايمر للاي شادو هذا من اوربن دي كي بحبه كثير. ما بيحتاج انه اكثر اكثر يعني مره واحده بتكفي انه هلا رح اجرب لون برتقالي وراح ادمجه مع اللون هذا اللي حطيته اول شيء. صراحه ما في لوك معين ببالي سو عادي اني خبص. صراحه حاعمل شيء يمكن انتم تزعلوا مني بس هذا اللون شايفين قد ايه حلو حخربه هيك حاستخدمه حعمل فيه هيك مشان اجربه. اوكي اوكي جايز هون في الاي لاينر اللي حاليا حاستخدمه مع هدول الاثنين. جايز بليز لا تحكموا على شغل ايدي صراحه الاي شادو كثير حلو بس انا ما بعرف اتفنن بالاي شادو ف يا اوه جايز شوفوا الاي لاينر. شايفين الاي لاينر شو حلو الباكجينج تبعه لونه ذهبي. اوكي صراحة صراحة الباكجينج تبع كل الأشياء حلوة حلوة وحتى المنتجات يعني أنا صراحة I'm impressed لسعر المنتجات كثير حلو. أحس أوكي. أحس إنه أخذت حق فلوسي اللي حطيت. رح أفتح بسم الله. أوكي نايس هلا حنجربه أنا هذا أهم شيء عندي. أوكي أنا هذا اللوك تبع الآي شادو اللي عملته ما بعرف كيف طالع عندكم على الكاميرا بس أنا بالواقع صراحة حابة اللوك ولأنه أول مرة بجرب هاي الآي شادو ما كان في لوك معين ببالي فهذا اللي طلع معي. بحس مع اي لاينر وماسكارا حيطلع قوي. جودتهم حلوه الجليتر شايفين يعني موجود قوي وما بيوقع فصراحه يعني لسعرهم بس يمكن يمكن تمنيت لو دمجهم احلى يعني لو الاي شادو كانوا يندمجوا اسهل اسهل بحس كان في صعوبه بدمجهم كثير بدهم وقت فهذا تعليقي كثير يعني ايه بس لسعرهم واو يعني يعني عادي والالوان حلوه كمان. هي علبه الاي شادو عادي الاقي شيء بيشبهها ببراند بسيفورا ب 40 دولار
عادي جدا او 30 دولار. بني حتحط مسكارا، ححط اي لاينر. اوكي خلصت من المسكارا، وصراحه حاليا شكلي مش كتير واو بسبب الاشد اللي عملته، وانا بعتذر لكم وللكل اللي عم يشوف هذا المنظر حاليا. المهم انه الوش تمام بس العيون لا تحكموا عليها. بحب اعتذر منكم لانه الايلاينر كل جهه شكل. اوكي الشغل بهذا الايلاينر كثير صعب صراحه. هذا اول منتج ما كثير حبيته لانه كثير صعب انه ارسم، يعني بحس فرشته كبيره. انا بحس انه الفرشه عاديه ومش دقيقه، بس مش دقيقه يعني لما تحطيها الايلاينر بيكون شوي اكبر. يعني بالضبط، يعني بيروح بكل مكان، بيصير اكبر مما انتم بدكم اياه لانه الفرشه بتكبر. يعني ما بعرف يمكن بتعطي ماده اكثر من اللازم. فبتصير بتكون تكبروا الايلاينر تكبروا الايلاينر تكبروا الايلاينر، فبتنتهوا بايلاينر هل سمك بدل ما انه رفيع. فلهيك ما حبيت الايلاينر صراحه. هذا جزئي المفضل صراحه بالفيديو. انا كثير بحب منتجات الشفايف، يعني حمره، تنت، ليب لاينر، جلوس، هدول قصص انا بعشقهم لانه اخر شيء بالمكياج. لهيك جبت منهم كثير اشياء. اوكي يعني جبت كل شيء. اول شيء حفتح هذا اللي هو ليب تنت. تنت في كثير مثل ما شايفين، كمان فيه يضل كحمره، يعني فيكم تستخدموه كحمره والتنت. التنت كمان فيكم تستخدموه على الخدود وكمان على الخدود كبلوش، بس نحن هلا حنجربه كتنت كشفايف. يعني يعطيكم اللي هو لون بس لون خفيف. انا بحس انه المشكله هي الليبتنت اللي حطيناها بالبدايه ما حلو اللون ابدا. لا اي ثينك الليبتنت كان لازم نحطها بالاخير لانه عم بياثر على لون المحدد، بس هذا اللون حلو. جايز اوكي في هاي الحمره كمان اللي شكلها كثير كثير حلو، لانه من قبل ما حتخلص مع الليب لاينر صار لها ساعتين. فهي الحمره رح افتحها حاليا، والباكجينج مبين كثير حلو لانه ذهبي واسود وحركات وكذا ميستيريس يعني. اوكي اوكي اللون يجنن، بس مشكله هذا الليب لاينر انه انكسر، يعني ينكسر بسهوله حسب انتم حظكم. اكو واحد ما ينكسر اكو واحد ينكسر. ترى كثير حلوه ومات، يعني ما فيها لمعه. هذا يشبه توم فورد، حمرة توم فورد بالضبط، بس الفيلينج لوكسجري يعني فخم. كثير حلو. ليه دائما بيطلع بنين الالوان الحلوه وبيطلع لي الالوان المو حلوه؟ حسب النية. قلت لكم كمان جلوس عشان اضيفه لللوك لانه انا بحب شفايف الجلوسي، فهذا الجلوس كمان كيوت. لوك ات اسم هذا المنتج جيلي. واو اخر منتج انا حجربه الجلوس. الخلاصة يا جماعة نحن عم نجرب المكياج، يعني كل برودكت عم نشوف هو كيف، نحن ما عم نعمل لوك. سو لا تقيموا المكياج من اللوك اللي نحن عاملينه. ما بدي اياكم تحكموا على الميك اب كميك اب لوك لانه هو مو ميك اب لوك، هو كمنتج منتج عم بنجربهم عم نعطيكم راينا الصريح. لانه اكيد يعني انا شخصيا مستحيل افكر استخدم براند وحده لكل مكياجي. بحس المكياج حلاوته بانه تنوعوا من كل براند، تاخذوا قطعه مكياج تناسبكم وتناسب ذوقكم. كمان استخدمنا 1000 مليون برودكت من مليون فوق بعضه، بس بالمجمل المنتجات حاولنا نجربها منتج منتج ونعطيكم راينا الشخصي بكل منتج مع عيونكم، يعني انتم كمان عم بتشوفوا المنتج. بحس الشيء الوحيد انه يا ريت لو اخترت فونديشن يناسب درجه بشره وشي. حتى انا لانه بحس مش الدرجه الصحيحه، بس ما قدرت صراحه. يمكن لما كنت عم بطلب هيك بسرعة ما لحق، ما بعرف. كله بقيمه صراحة 7.5 أو 8 من 10. أنا بعطي للبراند كله صراحة كسعر وكجودة منتجات والتعليب وجمال العلب وكل شيء، حتى سرعة التوصيل لأنه وصلوا لي إياه بسرعة، يعني بعطيه 8 من 10 صراحة. وهذا مش إعلان على فكرة، هي تجاربنا احنا الشخصية ورأينا الصريح، يعني هي المنتجات أنا اشتريتها. anyways هذا كان أول فيديو بسلسلة جديدة اللي هي طلبت كل الموقع أو جربت كل البراند. قولوا لي بالتعليقات شو البراند الثاني اللي حابين نجرب. عم فكر أجرب ماك، أشتري كل منتجاتهم كل بروداكتاتهم وأجربهم، لأنه بحس كثير بنات بحبوا ماك، بحبوا يعرفوا تفاصيل عن كل المنتجات. وقولها كمان إذا بتحبوني بالحلقات بالفيديوهات الجاية من هي السلسلة. أنا نور ستارز وهي بنين ستارز، بحبكم، خيرات الله. وبشوفكم وين وامتى بالفيديو الجاي ان شاء الله. حطوا لايك اشتركوا بالقناة واحكوا لنا شو حبيتوا اكثر شيء. باي. ويت ويت ويت، الميك اب ارتست جاي لعندكم، الفنانة فن.